مس الخير عليكم يا العذرات بنات بلادي، محلاها القعدة واللمة معاكم في شهر رمضان، شهر التسامح والغفران. اللمة هذه تحلى بيكم يا العذرات، وديما احنا نديروا كلام موزون وكلام رزين باش نتفكروا ناس بكري جدودنا اللي قالوا كلامهم فيه معاني وعبر. قالوا ناس زمان ونزيد نقولها، الدنيا مكتوبة بالتفال، الريح اللي جاي يديها، والبنادم شحال يجمع الموال، بصح كامل الموال يروح ويخليها. عندهم الحق، شحال من واحد تغره الدنيا ويغروه الزهو الدنيا، بصح كامل نروحوا من الدوال ومعنا. ديما نقولكم كلامهم دواء ولازم علينا نحفظوه لأنه طهورات. وش راح نقولكم يا العذرات يلي لحقتوا بينا كامل، لازم عليكم تسمعوا فالكم الفال الزين، وهذا الفال لازم له العقدة الصحيحة. يلا اللي راكي تشوفي فينا وطليتي علينا في قناة الحياة، لازم عليك تديري عقدة صحيحة وصافي النية وزينيها، ونشوفوا الفال هو شي يقول. يلا بسم الله. قبل ما نبدأ هذه البقالة نقول بسم الله، بديت وعلى النبي صليت وعلى الصحابة رضيت، وعليك انتي وكامل العذرات بنات بلادي، هذه البقالة راني نويت. كل يوم وراك خطوة بخطوة، وقلبي عليك التكوى، وردي بالك ترجعيلي عدوة، إلى ديتك الحلوة ترجعيها لي مرة. يقول لك كل يوم مراك خطوة بخطوة، وقلبي عليك راه تكوى، وردي بالك ترجعي لي عدوة، إلى ديتك الحلوة ترجعيها لي مرة. هي صراحة كاين وكاين فنسة، كاين اللي تبقى حلوة وكاين اللي ترجع مرة. إن شاء الله يا ربي حياتنا كامل حلوة على حلوة، كامل الله يجمع الحباب، الحلوة مع الحلو والقبيح مع القبيح والشين مع الشين والزين مع الزين. إن شاء الله يا الزينات يا بنات بلادي، أراكم زينتوا النية وسمعتوا بقالتكم. أنا نختمها ونقول فالي يا فلفال يا فاتح سبع قفال، أجبر لي سعدي وين ما كان، من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال. محلاها القاعدة معاكم يا العذرات، وياريتها الطول بصح نخليكم باش نتلاقاو غدوة إن شاء الله في كلام موزون وفال زين. يلا صحة صحوركم.